عودة السفراء وتبادل التمثيل الدبلوماسي أعلن عنه أيضاً وزير الخارجية الأمريكية في بيان قال فيه إن القرار خطوة مهمة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة وأن الحكومة الانتقالية السودانية تعمل على تطبيق أوسع الإصلاحات بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي توصلت له القوى السودانية مطلع أغسطس الماضي، خطوة اعتبرها رئيس الوزراء السوداني بداية لعهد جديد في تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية وانفتاح السودان على المجتمع الدولي. أكبر التحديات الآن، هناك قضايا ضد حكومة السودان موروثة من السابق الآن تنظر في المحاكم الأمريكية، وهي الخاصة بتعويض ضحايا المدمرة كول وتفجير سفارتي أمريكا في دار السلام تنزانيا وفي نيروبي في 7 أغسطس سنة 98. يجب حل هذه القضايا. الأمر الثاني متعلق بإحلال السلام في السودان، جدية الحكومة في أن تصل إلى سلام مع الحركات هناك. وكان السودان قد صنف دولة راعية للإرهاب عام 93 لتفريض واشنطن بموجب ذلك عقوبات على الخرطوم، لكن 2015 شهد تقدم المسار المعاكس الإيجابي باتجاه السودان، ليأتي التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ويضع السودان موضع الشريك في الحرب على الإرهاب. بعد 34 عاماً على آخر زيارة لمسؤول سوداني بهذا الحجم، حل عبد الله حمدوك ضيفاً سياسياً في العاصمة الأمريكية، مسجلاً بداية عهد جديد للعلاقات الأمريكية السودانية. لكن تلك الزيارة تأتي على وقع تركة يأمل السودانيون أن يخف ثقلها قبل الزيارة الثانية. هبة نصر، سكاي نيوز عربية، واشنطن.